كابتن مختار، شكل المجموعة دلوقتي يعني النادي الأهلي رغم التعادل هو في الصدارة 5 نقاط، ميدياما 4، شباب بلوزداد 4، يانج أفريكانز 2. شايف شكل المجموعة إزاي؟ وهل في قلق على النادي الأهلي خصوصا أن الجولة اللي جاية عنده ماتش في الجزائر بر. وبعد كده هيبقى لسه عنده ماتش مع ميدياما في بره في غانا؟ طبعا في مشكله كبيره بالشكل وعدم التوفيق دوت وعدم احراز الاهداف دي، اكيد بيبقى في مشكله. وخصوصا الماتش اللي جاي ده هيفرق كتير جدا 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 معانا، بيفرق مع اي فريق ما يكسبش على ملعبه يا كابتن اكيد في دوري المجموعات. وبعدين لما تكون كمان فرقه يعني زي النادي الاهلي وما تكسبش على ملعبك، اصلا كل الفرقه جايه خايفه منك، فبالتالي انت بتديهم ثقه في نفسيهم. يعني الماتش اللي جاي دوت مع فرقه الجزائر في منتهى الصعوبه، الفرقه هناك خلاص خدت ثقه عليك وبقت عندها امل كبير جدا ان هي تكسب، فبالتالي يعني انت اديتها دفعه عاليه قوي قوي. هناك يعني الوضع هيختلف، يعني طبعًا ممكن هناك تبص تلاقي بقى بيبدا المباراه بالشكل اللي هو نهبي. طبعا يعني طبعا اكيد خلاص عنده ثقه، ده هو ماشي النهارده وزعلان ان هو ما كسبش، فبالتالي الثقه ديت هتستمر معاه للماتش الجاي. النهارده على فكره كمان كان في حكم هايل جدا، الحكم الكيني النهارده جدا كويسة. جدا هل احنا يعني في بره بقى نضمن ان الحكام كلها تبقى كده؟ امر برضه يعني امر برضه ده يعني نتمنى ان شاء الله ان تكون على نفس المستوى، لان برضه دي التحكيم في افريقيا له دور كبير جدا 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 في حسم حاجات كتير قوي. لكن احنا مش دي اللي احنا مش دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها، لكن انا بتكلم دي نقطه بس يعني انا تذكرتها، لان الحكم فعلا في حاجات كتيره كان بيديها لفرقه الجزائر ما ينفعش يديها له، لازم يجامل فيها الفرقه بتاعه البلد، لكن الراجل كان ما شاء الله في ابعد الحدود، وده امر هايل جدا. اتمنى ان شاء الله ان احنا جينا حكم هناك كده. لا هو بيتر واويرو اللي كان بيحكم النهارده الحكم الكيني يا كابتن، هو واحد من الحكام اللي فرضوا نفسهم بصراحه الفتره الاخيره، يعني وبيدوا له ماتشات كويسه، يعني حتى ماتش بيراميدز ومازيمبي في الجوله الاولى كان هو اللي بيحكم. هو كده يستاهل، ودي لو نتمنى ان فعلا تبقى نفس المستوى ده الحكام افريقيا، لان دي حاجه من الحاجات المهمه جدا في كره القدم التحكيم، لازم دي مهمه قوي. لكن فعلا احنا اديناهم ثقه في نفسهم كبيره جدا، فبالتالي صعبت الامر علينا كبير جدا في الماتش الجاي. لكن اكيد ان فرقه النادي الاهلي بمستواها الطبيعي والعادي وان شاء الله بنفس الروح اللي هي ابتدت بيها في اول قايم ده يكمل الماتش كله بالشكل ده، اكيد ان احنا برضه يبقى لينا يعني احنا لينا غلب اذا بالاسباب دي. طب انت شايف كابتن يعني انت لو بتنصح مارسيل كولر يبدا ازاي الماتش اللي في الجزائر؟ طبعا يعني في كاس العالم للانديه الاول، وبعد كده اما يجي يلعب الجوله الرابعه هناك في الجزائر يبدا مهاجمهم، يبدا مامن يعني مش هنقول كده بقى لما بعد ما نشوف الماتشات بتاعتنا اللي جايه دي، لانها هي دي اللي هتخلينا يعني ايه يبقى نظرتنا للماتش دوت باي شيء هنشتغل بيه ازاي. تتوقع ظهور النادي الاهلي بشكل كويس يا كابتن في كاس العالم للانديه؟ عنده ماتش الجمعه الجايه مع الفايز ما بين اوكلاند هو الاتحاد. هو الطبيعي ان النادي الاهلي هيعلى مع الـ الـ الخصم اللي هو بيقابله، يعني وعلى المستوى اللي هو بيشتغل فيه اكيد ان شاء الله احنا عندنا امل كبير جدا ان احنا يعني فرقتنا ترجع لطبيعتها وللعادي بتاعها في الماتش الجاي دوت. وزي ما انا بقول ان فرقتنا بتعلى مع يعني الحدث ومع الخصم اللي احنا بنلعب هتلعب بقى. بنسبه كبيره الاتحاد هو اللي مرشح بشكل كبير انه يعدي اوكلاند بنجومه بقى كورنادو وكانتي وبنزيما سواء بيمر بظروف زي بتاعتنا يعني برضو. الدنيا هم عندهم طبعا ظروف برضه صعبه بظروف زي بتاعتنا، ودي برضه يعني واحنا برضه انا كنت لسه بتكلم في الاندرو يا كابتن، بقول ان كل الفرق اللي وصلت كاس العالم للانديه كلها مش شايفه قدامها سبحان الله كلهم مش احسن حاجه. نتمنى ان احنا نكون بس
تكون بقى بدايتنا ان شاء الله. احنا ما ابتديناش لسه لغايه دلوقتي الموسم، كل ماتشاتنا اللي فاتت اقل بكثير جدا من المتوقع بتاعنا ومن العادي بتاعنا. اتمنى ان شاء الله في نبتدي البطوله اللي جايه ديت مع الاتحاد او اي فرقه ثانيه ان شاء الله بمستوانا الطبيعي والعادي ان شاء الله باذن الله. وكل التوفيق طبعا لكاس للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وان شاء الله يعني يبين بقى الوجه الحقيقي للنادي الاهلي. يا كابتن مختار نورتني وشرفتني ونورت قناه المحور كلها. ربنا يخليك يا بركات، وانا سعيد ان انا كنت معاك النهارده. تسلم يا كابتن.